دكتور عنان، ازيك؟ الحمد لله. انت في سنه خمسه، بالتالي انت الاكبر على مستواهم في الخبره في اوكرانيا. صح؟ انت ناقصلك كام سنه عشان تتخرجي؟ سنه واحده. كان عندك احساس ان الناس كلها كانت بتقول لا الحرب مش هتقوم، انتوا كنتوا جوه كنتوا حاسين بنفس الحكايه دي ولا؟ انا الصراحه كنت حاسه بنفس الاحساس، ان يعني كلها فتره وهتعدي ونسبه الخطر كانت هتبقى 30%، يعني ان الحرب هتحصل بنسبه 30%، يعني توتر كده موجود والامور مش هتوصل لدرجه الحرب. بالظبط كده. كنت بتكلمي اهلك تقولي لهم ايه وانت هناك؟ هما كانوا طبعا بسبب الاخبار هما كانوا بيقلوني، انا بقول لهم الوضع كان طبيعي، يعني فجأة يوم فجر يوم 23 بقى لقينا قصف لقيتي الضرب بيحصل. انا كان عندي ابني عايش بره في وقت من الاوقات، كان برضه بيدرس زي حالاتكم كده بره. لما قامت حكايه الكوفيد والعيال ترجع ولا العيال ما ترجعش، كل واحد بقى فكر قال لك العيال ترجع، انا قلت لا ما يرجعش. انت لما بدا التوتر والقلق ما فكرتيش انك ترجعي؟ انا كنت خايفه على مستقبلي اكتر، يعني لان الجامعه كانت رافضه تدينا ورق، يعني فانا اللي خلاني اجازف واقعد هو ورقي، يعني ان انا كده هضيع 5 سنين من عمري، يعني ده كان بالنسبه لي كان اكتر حاجه فكرت فيها. وبعدين لقيت الموضوع زاد، ان هم دخلوا كييف وخاركيف، فالموضوع كان اوفر، يعني مره واحده لقيتي حرب، لقيت الموضوع بقى خلاص، يعني ما ينفعش. حتى يعني انا لما اتحركت من مدينتي كانوا خلاص اوريدي، انا بتحرك في الباص وهم داخلين بالدبابات، وكان في صفارات الانذار طبعا، الباص بيمشي وهم داخلين، فكان موضوع صعب فعلا. انت منين يا دكتوره شروق؟ بني سويف. ها؟ بني سويف. من بني سويف صعيديه. عندك اخوات؟ بيدرسوا قد ايه؟ لا هم اكبر مني، 3 ولاد. هم اكبر مني. مروا بالتجربه دي قبل كده ولا؟ لا مروا بالتجربة. انا بس. انت اللي سافرتي؟ والله. بتحبي الطب؟ ولا كنت عايزه؟ بابايا الله يرحمه كان نفسه حد من اخواتي وكده، بس يعني ما حصلش نصيب او كده، هم بيشتغلوا في حاجات تاني، بس فانا كان نفسي اعمل الحاجه اللي بابا كان نفسه فيها. يعني انت اسنان ولا بشري؟ لا بشري. صعب الطب البشري هناك؟ لا هي يعني حلوه الحاجه، مهما برضو كان فيها مثلا شويه صعوبه او كده كانت مسليه، يعني حباها. بتدرسوا هناك بايه؟ بتدرسوا بالانجليزي ولا بتدرسوا بالاوكراني ولا بتدرسوا ازاي؟ لا كنا بندرس انجلش، بس كان بيبقى فيه يعني كده وفي كده، بس احنا اخترنا الانجلش. يعني انت عندك الاختيار انك تدرسي بالانجليزي. صح. والدكتور احمد انت متخصص رسمي باسم اسنان؟ خمسه، انا رابعه اسنان، وكان لسه لي سنه واحده بس واتخرج. كان ناقص لك سنه واحده بس وتتخرج. انت منين اصلا يا دكتور احمد؟ انا من الشرقيه. من الشرقيه؟ انتوا مفيش حد فيكم من القاهره؟ كلكم؟ لا لا محافظات مختلفه. مظبوط. ايه اللي خلاك تروح اوكرانيا اصلا؟ والله انا كنت ازهري تمام، وكان ما كانش في قدامي فرصه اني اخش جامعه خاصه في مصر بسبب المعادله وكده. المجموع برضو كان اكيد طبعا، المجموع ما كانش جامد يا معلم. اكيد اكيد برضو، فاحنا قررنا راح نسافر على اوكرانيا، لان دول الاتحاد السوفيتي اللي هو منهم كان منهم اوكرانيا وروسيا، الدول دي سهل ان الواحد يسافر لها بسهوله. غير الدول اللي هو غرب اوروبا زي مثلا بس المانيا. الطب فيها كويس يعني؟ خلوني بقى اكلمكم بقى بصراحه، سيبكم من التلفزيون، احنا اتفقنا نتكلم بصراحه. انا ما اعرفش الطب دلوقتي اختلف عندهم ولا لا، بس انا على ايامنا كانوا يطلعوا زملاء اصحابي اللي ما جابوش مجموع يروحوا طب رومانيا وينجحوا عادي جدا وكل حاجه تمام، بس في يعني ما بيدرسوش صح. يعني انتوا بتدرسوا صح ولا لا؟ في دكاتره وفي دكاتره، في على حسب، زي هنا في مصر برضو نفس النظام، في دكاتره برضو بتشد على الطلبه وبتخليهم يذاكر، وفي برضو دكاتره بيعدوا الموضوع برضو، في مواد مهمه وفي مواد مش مهمه. على حسب يعني. على حسب. انت اول مشهد من مشاهد الحرب شفته امتى؟ اول مشهد احنا كنا نايمين في فجر يوم 23، وحسينا بصوت جامد. انا ساكن مع ابراهيم في نفس المكان برضه، نفس الشقه. سمعنا صوت جامد، كلنا جرينا طلعنا صحينا بعض. ده كان بيضربوا المطار الحربي بتاع المدينه، انا ساكن في مدينه دينيبرو. دينيبرو برضه؟ والجامعه بتاعتي برضه في دينيبرو برضه. بس فهو ده اللي حصل لنا في الاول في مدينه دينيبرو، وبعد كده يعني الموضوع بدا يهدى في مدينه دنيبرو نسبيا، عشان هم كانوا موجودين على الحدود اكتر في المناطق الحدوديه زي خاركوف، كييف، سومي، المدن اللي هي الحدوديه دي، بالاضافه للجمهوريتين اللي هم الجداد
اللي هم جمهورية دونيتسك ولوهانسك.